من هم أطراف الحرب الدائرة على منجم الرقائق؟ الولايات المتحدة، الصين، وهناك محارب ثالث، اليابان. دشنت واشنطن خطتها لحماية صناعة تعتبرها أمناً قومياً. اعتمد الكونغرس من دون جدال طويل حزمة ب 280 مليار دولار للتحفيز، ولا يمكن اكتساب الخبرة من صديق أفضل من تايوان، لذا تم الاتفاق مع TSMC التايوانية لبناء مصنع على أراضيها، والتقت نانسي بيلوسي برئيسها خلال زيارتها الجدلية لتايوان. تتوسع الخطة أكبر إذن. تشيب فور، تحالف تقوده واشنطن ليضم تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، وترد به للصين ضربة قديمة، السيطرة على سوق الـ5G. غضبت الصين بشدة من هذا التحالف، وشددت على أن تكتل ما لا يجب أن يقوم على التمييز واستبعاد الآخرين. لكن ماذا عن خطتها هي؟ وظفت أكثر من 100 مهندس ومدير مخضرم في مجموعة TSMC ضمن شركاتها، وأعلنت بناء 30 مصنعاً حتى نهاية العام القادم. ماذا عن اللاعب الثالث؟ قلنا إنه اليابان. للمفارقة كانت رقم واحد يوماً ما. علمتها أزمة سلاسل التوريد الدرس حين توقفت مصانع سياراتها واحداً تلو الآخر. مليارات الدولارات جاهزة لدعم الصناعة محلياً، ومليارات مثلها لدعم المشاريع المشتركة مع تايوان، المورد الأول لليابان. يقول الخبراء إن طوكيو عليها عكس 20 عاماً من نقص الاستثمار لاستعادة عرشها، لكن هذا ليس كل شيء.